السلام عليكم ورحمة الله. في بعض الأحيان نريد شراء هاتف مستعمل ولا نعرف إن كان هذا الهاتف يعمل بشكل جيد أم لا، وفي بعض المرات نكتشف الخلل بعد فوات الأوان أي بعد الشراء. وفي هذا الشرح أبين لكم عمل فحص لهاتف مستعمل قبل الشراء. أولا نذهب إلى الاتصال ونشكل نجمة مربع صفر نجمة مربع، تظهر لنا هذه القائمة التي تحتوي على 15 قائمة تحتوي على 15 من البيانات. نبدأ بالأولى. هنا الثلاثة الأولى عبارة عن ألوان، هذه ريد وجرين وبلو، وهذه الألوان هي الألوان الأساسية في العمل الإلكتروني وليس الطبيعي، الإلكتروني، وبها تمزج كل الألوان التي تظهر لنا في شاشة التلفزيون أو شاشة الأندرويد أو شاشة جوال أو شاشة أو بعض الشاشات. نعم، نفحص هنا اللون الأحمر، نضغط عنا على ريد، تظهر لنا الشاشة كلها حمراء بهذا اللون أي وليست فيها أي خطوط أو بقع، أي هذا اللون يعمل بشكل جيد. ثم نضغط مرتين على الرجوع، ثم نضغط على جرين وهو اللون الأخضر، هنا كذلك يظهر اللون الأخضر ليست به أي تشويش، إذن اللون الأخضر يعمل بشكل جيد. نذهب إلى اللون الأزرق، نضغط هنا، نعم لقد ظهرت الشاشة زرقاء كلها، إذن اللون الأزرق يعمل كذلك بشكل جيد. إذن نضغط مرتين على الرجوع، ثم نذهب إلى الخانة الرابعة وهي ريسيفر، هذه ريسيفر، تضغط على ريسيفر، نسمع بعض الصوت، وهذا دليل على أن الاستقبال والإرسال للبيانات والمعلومات يعمل بشكل جيد. نضغط مرتين، قلت ريسيفر تعني الاستقبال وإرسال البيانات والمعلومات أي تعمل بشكل جيد. ثم فيبريشن، نضغط على فيبريشن، هنا لقد اهتز الهاتف، إذن يعمل الهزاز. ثم الديمينينج، نذهب إلى الديمينينج، تعطينا ثلاث ألوان كذلك، الألوان التي تكلمنا عنها أنها ألوان أساسية، وهي تضغط هنا وهي تناسق الألوان مع بعضها البعض، إذن الألوان تعمل بشكل جيد. ثم ميجا كام وهي الكاميرا الأمامية، نضغط هنا، نعم تعمل بشكل جيد. ثم السينوس، هذا السينور هو التحسس والتحريك والتدوير، إذن عندما نضغط هنا على السينوس يعطيك أن تجرب بعض الصور. هنا هذه الصورة، تقلب الهاتف فترى الصورة قد انقلبت مع الهاتف لتكون أفقية دائما، هذه خاصية كذلك جيدة في الأندرويد. نضغط خط مرتين، ثم الآن توش، نذهب إلى هذه المرحلة، توش يعطيك مربعات، هنا مربعات على شكل إكس ومحيط الشاشة، نعم نضغط على المربعات، يعني كلها تتلون باللون الأخضر، وهذا دليل على أن
التماس الشاشة يعمل بشكل جيد. وفي الإلكترونيك كما تسمى الديود، نعم يرجع لوحده هنا. أين نعيد؟ نعم، عندما نرى كل السطوح بالأخضر هذا يعني أنه يعمل، الشاشة تعمل بشكل جيد. نعم، ثم نذهب إلى سليب. هذا سليب هو السكون، أي إطفاء الهاتف والسكون التام، لا داعي لتجربها الآن لأن تشعلها ثم عندما تضغط عليها سينطفئ الهاتف ثم تعيد تشغيله. إذن الآن نذهب إلى سبيكر، نضغط على سبيكر، نسمع هذا الصوت. إذن السماعات تعمل بشكل جيد. عندما نسمع الصوت هنا دليل على أن السماعات تعمل بشكل جيد. ثم نذهب إلى ساب كي، نضغط هنا. هذه الساب كي تعني هذه المفاتيح، تضغط هنا على الرجوع ساب كي، تذهب على الرجوع تعطيك هذه الألوان، تضغط على الزر الأوسط للهاتف يعطيك اللون الأزرق، ثم تضغط على الزر الثالث على اليسار يعطيك اللون الأصفر. إذن نذهب إلى الآن إلى فرونت كام، أي الكاميرا الأمامية، نضغط. نعم، إذن هي تعمل بشكل جيد. نضغط الرجوع، ثم لون فريكونسلي. نعم، هذه الترددات تعمل، نقوم بالفحص. 100 هرتز تعمل، 200 هرتز تعمل، و 300 هرتز تعمل. إذن الترددات في هذا الهاتف تعمل بشكل جيد. ثم باك، باك هي العودة أو بلاك، بلاك أي اللون الأسود، الشاشة السوداء. والشاشة السوداء تعتبر من التقنيات العالية في التلفزيونات، حيث كل تلفزيون يعطي اللون الأسود ناصع جدا، واللون قاتم جدا للون الأسود هو يعد من الشاشات الممتازة. نعم، نضغط هنا، أعطتنا اللون الأسود. ثم نعود ونقدم لكم الآن طريقة أخرى لمعرفة الهاتف أو نوع الهاتف وأين يصنع الهاتف. هذا الجهاز نتعرف عليه أي مكان صنع. نضغط على نشكل نجمة دياز 06 مربع، تظهر لنا هذه الشاشة وهي باركوردة معروفة تسمى الـ IMEI، وهذه تعطينا أرقام تسلسلية هنا، وهذه الأرقام تنتهي برقمين خارج السلاش. هذا الرقمين هنا رقم 01، و01 تعني صنع في فيتنام وهو من نوع متوسط، وإذا كان الرقم 00 هذا يعني أن هذا الهاتف مصنوع في المصنع الأصلي له، مثل سامسونج صنع في كوريا الجنوبية، و02 و03 وهي كل مكان برقم. وشكرا لكم على هذا التوضيح، وأرجو منكم الاشتراك في القناة.